خش تحت النفق. انا ما بحطش الكرسه ده كتير، الكرسه ده بقى بتاع الواجب. كابتن دور، ازيكم يا جماعه؟ اخيرا التقيت، اخيرا جيت مصر، اخيرا جيت مصر واتقابلنا. النهارده حمدي هياخدني لفه، احلى ثلاث لفات، ثلاث لفات وهنشوف بقى الفرق. احنا هناخد البورش كمان، هناخد كله، هنتدلع النهارده. خلي بالكم يا جماعه، النهارده عيد ميلادي، دي احلى بجد. والله وانت طيب. طب ماشي، هنعمل لك هديه حلوه، الناس بتاخد الناس مطاعم وبتاعنا، احنا لفات. انا عايز لفات النهارده، يوم عربيات. يلا بينا. حصل خير والله، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك ده ليفل يعني، لسه فيه الايفنت دول. كتفك شد؟ رقبتي رقبتي شدت. لا مفيش الكلام ده. يلا بتاع 120. كان في كام شت في الفيديو؟ مثلا 70. المشكله ان هو يعني هو مثلا ماشي 250، فانا باجي في عربيات وموتوسيكلات في كل حته، وباجي ابص جنبي الاقيه بيعمل كده. مفيش اصلا، مش باصص قدام، قاعد على الانستجرام وبينزل ستوري و250 ومش شايف قدامه. هو ده المفروض بقى اجرسيف اكتر. حسيت ان هي انستيبل شويه في الشوارع اللي زي دي. متخيل هي كانت ستيبل عشان كان في وزن كتير في العربيه. لو كانت على تراك حسيتها كانت هتبقى اكتر عربيه ممتعه. اوكي. بس مش الكريزي قوي يعني، هي ديزايند ان هي تتحمل يمين وشمال وكل ده. الافنتادور الايفنت دور ولادي بيتضرب. الايفنت دور السنجل كلتش ابن لذينه، مش عارف احس بقى لو هو حلو ولا وحش. انا متخيل عشان اول مره، فالسنجل كلتش كل ما بتنقل الشده دي الرزعه دي
هي ممتعة عشان انا اول مرة بس انا متخيل لو كان عندي الافنت دول كل يوم مش تمشي بيها على مش مش بس ده على كورسة اللي هو اخر حاجة اللي هو اس بلس بس في الاس او في السبورت مفيش الرزعة دي في بس قليلة قليلة بس مش زي مش زي لا مش زي الكورسة موت طبعا يعني مش الكورسة ده كتير الكورسة ده بقى بتاع الواجب بص اوكي انا كان عندي انا فاكر الكورسة ايوه ما بحطوش خالص في العربية دي ليه علشان خاطر مش محتاجه عنيف زيادة طب خلي الـ 812 في الاخر كصوت اني احلى او كاكسبيرينس اني احلى دي ولا دي افنتادور ولا جي تي ار اس ما بين الجي تي ار اس وافنتادور لا افنتادور ماشي افنتادور طيب نخش بقى على الـ 812 الفيفوريت بتاعتك صح هي الفيفوريت بتاعتي ومش عشان انا عندي الـ F12 يعني بس بدون مبالغه فيراري الصوت بتاعها سيمفونيه صح سيمفوني السويت بتاعها والاحساس بتاعك بص عايز اعمل على نفسي وانا وانا في العربيه بص اقول لك فيراري اقول لك الاحساس ده جالك منين وهم بيطرحوا اي عربيه جديده بيقول لك السر بتاعنا ها ركزوا في الحوار ده السر بتاعنا هو انك انت لما تسوق العربيه بتاعتنا او تركب فيها لازم يجي لك حاجه في بطنك احساس في بطنك كده غريب عمرك شفت شركه بتبيع عربيه ويطلع الراجل السي او بتاعهم وهو انا كنت في ايطاليا في البروسانجو في اللونش بيقول لك احنا اكتشفنا ان الناس اللي بيشتروا مننا اسمهم فيراريستا بيشتروا مننا العربيات دي اللي هو وبعدين شاور يعني علينا وبتاع اتضح انك انتوا بتحبوا احساس معين في البطن بيجي لكم لما تركبوا العربيه دي خلاص الاحساس ده بيترجم عند كل واحد بطريقه مختلفه بس هو اساسه في البطن بيبتدي انت عندك بقى انت عايز تخش حمام عند واحد تاني عايز تصوت واحد تاني بيتكلم مع الضحك انا كنت بضحك فيه ما هي ما هي بتقعد تتلخبط انت هتلاقي في الفيديو انا كنت قاعد بضحك ضحك هستيري يعني كده من غير اي حاجه كميه شتات برضو شتات كانت خدت اكتر كانت 72 شت هنا يمكن مثلا 7 شت في الثانيه هنا ما كانتش واحده كانت نص واحده بس لا الـ 812 ليفل تاني خالص رولر كوستر ملاهي برضه عشان خلفي خلفي طبعا ملاهي هي ملاهي والصوت اللي ماشي عايزين مستنيينك بقى ايه المفروض يوم السبت يوم السبت ان شاء الله النهارده الخميس يوم السبت بقى عشان تجرب انت بقى في الارض الكبيره الواسعه عشان وانت هتكون سافرت هنخلي حد تاني يمسك لك اليوتيوب عادي مش مشكله انا دي حاجه متشوق ليها بصراحه انا كنت في ديسكو كلاب دلوقتي وجو يعني ايوه قلت لهم لا بص انا لازم لازم طب بذمتك لازم الانبساط هنا احلى ولا في الديسكو لا 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 هنا طبعا
هنا من nothing compares to, ما فيش حاجه تيجي قريبه ليها. nothing compares. عارف ايه الحاجه اللي قريبه ليها؟ والله مش هتصدق, انك تنط من الطياره. سكاي دايفنج. ده اللي ده بقى, بس ده تو ماتش يعني. بتعدي الار بي ام الريد بتاعك, بيخش في الريد ريد 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 ريد, بتنزل ما انتش فاهم ايه اللي حصل. اقول لكم حاجه, ودي لكل الشباب والله العظيم بكلمك بجد, حاول تعمل اي حاجه في حياتك بان انت تعرف تصنع الامكانيه انك تجيب عربيه. الاف 12 انا كل ما بخش فيها ابتسامه من هنا لهنا. متخانق مع مراتك, عيالك مطلعين عينك, متقدر من شغل, هتخش ورا الستيرنج ويل بتاع عربيه, كل حاجه هتروح. صح. عربيه فيراري. عربيه فيراري ده بي فرق. دي حقيقه. مش عربيه فيراري. وممكن بي ام دبليو, خلي بالك حلوه قوي البي ام دبليو. انا مش فان قوي للبي ام دبليو, مش بتبوظ بسرعه. رجعوا تاني. لا دلوقتي ما بقتش كده. ما بقتش كده. انا عندي الحمد لله يعني كذا واحده, ودلوقتي انا كنت مرسيدساوي بالاس ال اس من 2011. جال وينج. انا مرسيدساوي من 2011 لحد 2022. كان عندك اس ال اس كونفرتبل ولا جال وينج؟ لا جال وينج. جال وينج. هي احتمال تيجي وانت موجود هنا في مصر. والله كده. ايوه انت ما بتعرفش الحمراء, اوريك صور الجال وينج دي. اول عربيه, مش اول عربيه, انا اول عربيه كانت جالاردو. اول عربيه كانت زد 4 ام. اول عربيه كانت تويوتا راف 4. خلاص كانت تربو ديزل. بعد كده جبت ميجان 1600 رينو, عطلت مني على طريق عين السخنه, راحت ما رجعتش. بعد كده مش فاكر جبت ايه. بعد كده جبت جمرك كانت الرينو ميجان الملاكي بثمن الجمرك الزد 4 ام. فجبت زد 4 ام. جبت الزد 4 ام. ومن هنا بقى ما عرفتش اركب اي حاجه ثانيه غير يعني سبورت. بعد كده بقى دخلت على ال 996 توربو. ها. بعد كده دخلت على الجالاردو الصفرة. ها. كانت مانيوال. بعد الجالاردو جبت الاس ال اس. وبعد الاس ال اس؟ من اس ال اس بقى من 2011 لحد 2021 ما عنديش اي عربيات غير الاس ال اس. وبعدين دول؟ وبعد كده وبطلت بقى سباقات وبطلت سرعه. حتى كنت ركنت الاس ال اس, ما بطلت اجري بيها وبتاع مش عارف ايه. كان ابويا بقى توفى من 11, اخدت بقى 10 سنين قبل ما ايه اترجم الدنيا. اوكي. بعد كده رجعت بقى تاني 22. مشوار عربيات حلو. انا اول عربيه ليا كانت كيا بيكانتو. حلو. بعد كيا بيكانتو لا وكنت لسه بكبر. ايوه. وبعد كده تويوتا, لما رحت كندا ايام بقى مسح العربيات وبتاع, تويوتا كورولا. ايوه. بعد تويوتا كورولا باسات. ولما كان عندي باسات. أيوة. كان حلم حياتي ان انا اجيب اودي اي 5. ده كان التوب. أيوة. يعني أيوة. انا ما تخيلتش اصلا ان في بعد كده. أيوة. ان في بعد كده اصلا. وبعد كده جبت كاديلاك اي تي اس. لما جيت بالكاديلاك اي تي اس كان في معرض عربيات, كان في معرض عربيات روحته, وكان في ار 8. دخلت جوه الار 8. دخلت جوه الار 8 واخدت صوره جواها, وانا اللي هو ايه في دماغي يمكن يوم من الايام يعني ايه اسوقها. مش يكون عندي. وده كان في 2015. 2016 جبت اودي اي 6. اودي اي 6, اودي اي 7, اي 7 ار 8, لا اي 7 جي تي اس اي ام جي. اني عارف الاي ام جي جي تي اس. ايوه. اللي بعد الاس ال اس. بعد الاس ال اس. ايوه. وبعد كده
اودي ار 8 في 10 بلس بعد الار دي او 8 في 10 بلس بعتها جبت اللامبورجيني هوريكان. دي كانت غلطه. ليه افضل اودي ار 8 في 10 بلس عن الهوريكان؟ عن الهوريكان ليه؟ عشان افري داي افري داي درايفنج صح. وبعد الهوريكان جربت اسوق ال 488 ولاحظت ان فيراري حاجه ثانيه. بس قبل ما نخش في فيراري، انت ايه كميه الاودي هدي؟ انت بتحب انت اوداوي يعني؟ اوداوي عشان في كندا الكواترو مفيش احسن منها. عشان التلج. التلج. بي ام صح. دبليو مرسيدس زيرو كومبيتيشن مع الاودي في التلج. صح 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 100%. الاودي بتخش في التلج كانها سكينه في زبده. صح صح. والتوكيل هناك طبعا حلو. طبعا. مش زي عندنا، عندنا حته ثانيه. انا ما اعرفش التوكيل هنا. بس اودي عندنا شغالين على برنامج هنا اسمه متجمعين مع حمدي. بنتكلم عن كل العربيات بالتوكيلات بالاسعار بالريسيل فاليو بالديورابيليتي بالكمفورتابيليتي بال 0 100 100 0. في عندنا حلقه فكره اسمها 100 0، اوعى تقتل ياسر. بنوقف ياسر كده وبنجري نجري نجري ونقوم فارمينين قبله. بريك تيست. ايوه بريك تيست. بس فبمناسبه اودي ماشي. بعد كده بقى دخلت على فيراري سوقت ال 488 لقيت بقى بطنك بتلعب. لا انا حسيت بحاجه ثانيه. حسيت ال 488 او الفيراري عموما اللامبورجيني على طول متضايقه متعصبه. أيوة كده على طول. حتى في في الاسترادا. ايوه صح. في الكومفورت. أيوة. وصوت الموتور دايما مزعج يعني. أوكي. مفيش عارف ابويا يكلمني مش عارف اسمع حاجه، مراتي تكلمني مش عارف اسمع حاجه. أوكي. وبعدين ما حبيتهاش تو بامبي. اوكي. جربت الفراري. الفراري حسيتها بتكلمني بتقول لي بص يا باشا. أيوة. انا هعمل اللي انت عايزه، انا بتاعتك. عايز نجري صح. نجري صح. عايز نهدي ونروق هنروق صح. عايز نتجنن صح هتجنن. صح هتجنن بس بكيف كمان. بكيف طبعا بقى. وانا اصلا كيف فورمولا 1. ايوه فعايزين بقى. لقيت ال 488 صوتها مش قد كده. أيوة واحد صاحبي قال لي طب بقول لك ايه، جرب في 12. ما تجيب جرب في 12. واحد صاحبك ولا انت؟ ماشي. واحد صاحبي ماشي. خالد اسمه خالد عبد الهادي بتاع عربيات. ماشي. قال لي ما تجرب في 12 فيراري. اقول له في 12 فيراري ايه يا عم؟ انت شايفني ايه بقى بنك يعني؟ مش هجيب طبعا انا في دماغي بقى لا فيراري. اوكي. قال لي لا اف 12 يا محمود. قلت له اف 12 ايه الاف 12 دي؟ قال لي تعال اعرفك على الاف 12. اعرفك على مدام. وبعدين شفت الصور بتاعتها. في الصور ما كانتش قد كده. على الحقيقه حاجه الصوت تانية. أيوة. الصوت بتاعها هو اللي عمل لي هوس. بس ال 488 شكلها احلى من الاف 12. من الاف 12 في الصور. ماشي. وبعدين مره وانا رايح توكيل فيراري لقيت اف 12 مركونه بره. ماشي. جيم اوفر. كان لونها ايه؟ جراي. هي دي اللي انت اشتريتها برضو؟ لا. جبت دي كانت واحد كان جايبها كانت جري غامق. يعني انت جبتها فضي صح؟ ابيض. انت معاك ابيض دلوقتي؟ ابيض ريد انتيرير. اوكي وريتها لك. انت اديتني انا اديتك. أيوة. اخدت رايك. أيوة. فيها. أيوة. اصلا بس انا الفضي والابيض قريبين من بعض. معلش. لا لا كانت وايت. أيوة. وحطيت عليها المات بي بي اف. خليتها ابيض مات. عشان كده انا فاكرها يمكن. فيها التلميعه دي. ايوه ريد انتيرير. وسالت حمدي قلت له انا عايز اجيب لها شكمان. قال لي ما تغيرش الاي سي يو تيون. ايوه خليه ستوك. أيوة. وغير المفلر وغير الاكس بايب. ايوه وعملت كده واخدت ضمان من التوكيل. غيرته في التوكيل واخدت ضمان سي بي او. بالظبط. قول لهم انك مغير الشكمان في التوكيل عشان انا شفت الحلقه دي. انا فعلا مغير الشكمان في التوكيل. انا استغربت. اصل انا استغربت انك غيرت الشكمان في التوكيل. معظم الناس بتسترخص وبتغيره في اي مكان تاني. بس لا الناس فاكره ان فيراري ما بتغيرش اصلا. انت لو حد عرف انك انت غيرت الشكمان في فيراري ممكن فيراري تعمل لك بلاك ليست. بس انك انت توصل لمرحله انك تغير الشكمان في التوكيل ده ليفل يعني واو. يعني الشركه دي اللي هي اف اي دي اوريدي سبورتد باي فيراري. بالظبط. لان انا لما رحت الراجل واحد من المديرين بتوع الصيانه قالوا لي احنا عملنا الاف اي دي قبل كده. اوكي فحلو. لسه في الضمان وكل حاجه. يس. اوكي ماشي. هاجي لك كندا امتى اجربها ولا تجي لي موناكو امتى تجرب بات موبيل؟ البات موبيل دي لازم تتجرب. بس تجي لي انت كندا بقى. انا اهو بقى انا اخدت اول خطوه بقى. انت بتركب كام طياره؟ اثنين. قطر ايرويز بقى. بتروح يمين بعدين ترجع ساعتين شمال. بس انا بنام بقى في قطر ايرويز 12 ساعه دايركت. مفيش دايركت كايرو مونتريال. خلينا نتقابل في موناكو احسن. اجي لك موناكو. مش مشكله. في النص خلي بالك. بس هتجيب لي اجيب لك اي حاجه انت كل عايز. الباس باصات. عايز ابقى في الجراج. انت بتتكلم على فورمولا 1 ولا تجيلي موناكو وانا عشان نهزر نلعب مع بعض؟ لا نهزر نلعب مع بعض. ايوه تجيلي كل حاجه. بس انت بتسابق في موناكو صح؟ في الفيراري تشالنج ولا لا؟ في الفيراري تشالنج كل الباصات بتاعتك معاك معايا. بس كده. بس دي مش في موناكو. دي في اول اوفر يوروب. بس لحد دلوقتي مش في موناكو لسه. اوكي انا افتكرت لا في موناكو. ماشي وتجيلي برده مره سباق. ممكن خلاص تتعمل.
يبقى تجيلي قبلها باسبوع يكون نشوف البات موبيل يكون بعديها باسبوع سباق انهم ضاربين 2 في 1 تتعمل خلاص تتعمل ماشي. ودي يا جماعه حلقه النهارده بصراحه عيد ميلاد جامد جدا. تصور بقى انك انت بالصدفه ما كانش في بالي بس انت شكلك كده بقيت يعني بقيت اول واحد من الناس اللي استضيفهم في برنامج متجمعين مع حمدي. اول واحد اول واحد وما كنت وبالصدفه خالص هو محمود جه قال لي انا في مصر وانا عرفت ان هو ما بيجيش كتير فقلت له يلا لازم وبقى لنا 5-6-7 ايام بنحاول نتقابل بس انا ما كنتش يعني كان عندي شويه حاجات بس اتعملت والقعده دي ما كانتش مترتبه. احنا قلنا تيجي هتركب معايا لفه هنا ولفه هنا ولفه هنا وبعدين تيجي على السوق العربيات تعالى هناخدك في ارض فاضيه يوم السبت اللي هو بعد بكره. اما القعده دي ما كانتش مترتبه صح؟ لا ما كانتش مترتبه لا. فممكن دي تكون بدايه بقى ايه انترفيوز مع ممكن رجاله كده جدعان بيحبوا العربيات. اعملوا يا جماعه سبسكرايب للقناه وهنشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه يوم السبت هنروح بقى نجرب العربيات بنفسنا. سايب لكم لينك الانستجرام بتاع حمدي في محتوى الفيديو تحت انستجرام بتاعي تحت اعمل لنا فولو ودعمنا احنا الاثنين رياضيين مختلفين فعلى مسؤوليتكم دي. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. هنا بقى الرجال اللي معايا ونبي تجبيس بقى تجبيس 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 يلا اشوفكم على خير سلام.